لكم البنات كي دايرين بخير لاباس عليكم كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة إن شاء الله. البنات اليوم فيديو جديد كنتمنى بلي أول مرة كتزور القناة ديالي تابونا وتفعل الجرس باش تلقي وصلة ديما الجديد. المهم البنات واحد الفيديو اللي هو جديد ديال الكراتا كيجي غزال البنات بن محمد مفروم ولا الكبسة. المهم البنات على بركة الله بسم الله نعطيكم المقادير ديالو. بنات كمية ديال البطاطس كيبقى الاختيار ديالكم على حسب الرغبة ديالكم شحال بغيتو نتوما. أنا عندي هنا ستة ديال البطاطات اللي هما في الحجم المتوسط تقريبا شي كيلو لا روب. عندي البنات هنا فرماج موتزاريلا، عندي معلقة ديال القزبر والعدنوس مفرومة، عندي البنات نص بصلة شلضة رقيقة، عندي كمية من اللحم المفرم أو الكفتة كيبقى على حسب الرغبة ديالكم وعلى حسب الأفراد. عندي البنات هنا شوية ديال الكمون شوية ديال السودانية اللي هي الفلفلة الحارة، عندي فلفلة حلوة، عندي الملح على حسب الذوق، عندي شوية الإبزار الفلفل الأسود، عندي معلقة ديال الزبدة صغيرة. على بركة الله البنات هادو ديال البطاطس راح نصالقينهم مقشرين بحيد الله القشور. البنات غنشحرو ديك الكفيسة ديالنا مع ديك البصيلة تتنزل. البنات درنا المقلة ديالنا سخن نديرو فيها كمية من الزيت النباتية، نديرو البصيلة ديالنا تنزل. البنات هاد الكغاطا هذا كيجي جديد وجديد بزاف، وكنتمناكم تدخلو الفرحة والسعادة لوليداتكم الديور ديالكم. إلا استعملتو لما هاد الكغاطا هذا راه غيجي غزال، البنات كيحمقو عليه الدراري شوية الملح البنات شوية الإبزار. الكبتة ديالنا راه عندنا فيها العطرية مكيلاش ندركو ليها العطرية التوابل ديالها. كيف ما كتشوفوا دابا غنزلو الكفيسة ديالنا عندنا في التوابل ديال البنات. كيفما كتشوفوا البنات بعد ما طيبنا الكفته ديالنا هي شحرنا العصيله، دابا البنات غادي نحكوا هاد البطاطا ديالنا ورشيطه
كما تشوفوا البنات هانتوما بعد ما طلقت القطة ديالي، ديروا البنات التوابل هذا، غنديروا هاد الربيع هنا، نخلطو الخارجي يبان تيتماسك على بعضياتو، الطريف ديال الزبدة هذا كنعكوم هاد القطة ديالنا، غنخدم اليد ديالي كنشكرهم على هاد الزبدة هذا اللي هو دهنا بالزبدة. دابا البنات غنديرو كما كتشوفو، ناخذ كمية من الكبسة نديروها في نحطو البنات هكا، كنديرو وحدة ثانية، كتجي البنات لذيذة، تيحلقو على الدراري، كيجي الكعطة لذيذ البنات، غادي نديرو كمية ديال الكبسة. كما كتشوفوا كنسدو عليهم البنات، البنات انا بعد ما نوجد الكميه كامله نعاود نرجع معاكم. البنات كيف ما كتشوفوا انا عندي هنايا ثلاثه ديال الحبات ديال مطيشه لي طوماط، شدينا شحرنا البنات مع زبيطه وشويه ديال الفلفله حلوه، شويه ديال الفلفله حاره والابزار وشويه الملحه، هاد لاصوص البنات غنديروه من الفوق فوق الكغطاه ديالنا، كيفما كتشوفوا عندنا البنات هاد الفرماج موتزاريلا، هدا هو اللي غنديرو الفوق، بعد ما ندخلو البنات الفرن ونمشيو نخرجو أنا معاكم. البنات كيف ما كتشوفوا هنايا عندي واحد العصير اللي كيجي البنات لذيذ لذيذ، وباش اللي عندها الوليدات ما تياكلوش ليها الخضار، ما كيبغوش ياكلوهم خضرين، كاين واحد العصير البنات ما غيعرفوش اصلا هما اشنو فيه، كيجي لذيذ بزاف وغيعجبهم ان شاء الله، والصراحه البنات راه مفيد بزاف بزاف بزاف، يعني فيه كل شيء الفواكه والخضر ديالنا اللي هما خضرين كيبقاو الفيتامين ديالهم هما، كنتمنى البنات تجربوه غيعجبكم ان شاء الله بزاف. على بركه الله البنات هنا عندنا جوج ديال الليمونات اللي هما قشرناهم وحيدنا لهم ديك القشره ديالهم البيضه وحيدنا لهم الزريعه وقسمناهم على جوج، عندي نص خياره، عندي باربه وحده، عندي جوج ديال خيزوات متوسطين، عندي بنانه. البنات غادي عندي هنا يطرو لاروك ديال الماء، غنديرو البنات هادوك الليمونات ديالنا، غنديرو معاهم الخيارة البنات، نديرو دوك الخيزوات
وكنديروا ديك الغربه ديالنا، غنطحنوا لكل الكناس. بعد ما غنطحن هاد المكونات هادو، غادي نصفيهم الكناس. البنات كيف ما كتشوفوا، بعد ما طحنت داك الخيار ديالي والليمون والمربى والخيزو، دابا البنات غادي نصفيهم بالصفاية هادي. نصفي كلشي البنات، حيد داك القشور اللي كيبقاو عندي غلاط. كيجي البنات لذيذ صراحة. المهم أنا باش منطولش عليكم البنات، أنا غادي نحيد هادشي هذا وعاد نطحن معاه البنانة. البنات كيف ما كتشوفوا، بعد ما صفيتو هانتوما، غندير هاديك البنانة ديالي قطعتها على ثلاثة وغادي نطحنها مع الكل. كيجي البنات صحي ولذيذ بزاف، سيرتو لأن فقرة التمرة مزيانين شي طريه صراحه، وكتاخدي الفيتامين ديالها كاملين. البنات كيف ما كتشوفوا، راني درت غير جوج معالق ديال السكر على ود الاولاد ديال ولادي، ما تيبغوش هكا. بالنسبه لي انا بوحدي ما كنديرش كاع فيه السكر. البنات كيف ما كتشوفوا، هاد الغطا ديالها كيجي لذيذ لذيذ بزاف، وإلا جربتوه ان شاء الله غيعجبكم، وحتى الوليدات ديالكم غيعجبهم بزاف. بالنسبه للعصير البنات كيف ما كتشوفوها، هو البنات صراحه راه كيجي حتى هو لذيذ لذيذ بزاف. الوليدات اللي ما كياخذوش لكم الخضار صراحه راه كيجي لذيذ البنات، والوليدات غياخذوا فيه شي حاجه اللي هي مفيده. اللي ما بغيش يدير فيه السكر ما يديروش، انا كندير فيه السكر على ود كما قلت لكم على ود الوليدات باش يشربوا ليا. صراحه البنات كيجي رائع ولذيذ بزاف، وكنتمنى تجربوه بالصحه والعافيه ان شاء الله. وبسلام عليكم، كنتمنى نكون خفيفه طريفه على القلوب ديالكم.